الدروس المستفادة ربما من هذا التكوين في تيمات متعددة اللي هي صراحة قد تنعكس على شخصك بالإيجاب بغض النظر عن المهنة اللي كتمتهنها أو حتى الفئة التي ستستفيد من بعد من تلك القدرات التي اكتسبتها في القيادة في تسويق المجتمع وفي أمور أخرى. وعلى هذا أنا أحيي جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات على الحنكة وعلى التفاني ديالها وعلى الخبرة والتجربة اللي قدمت لنا، لأن أنا بالنسبة لك أو بالنسبة لمجموعة من الناس لأنك يعتبرها هي رائد بالنسبة لنا، رائد في الدفاع على حقوق الإنسان بصفة عامة. نعم. هذا من جانب. الجانب الثاني هو أن نحن الشباب ما تختاريناش عشوائيا، وكانت هو مجموعة من المعايير اللي تختارنا بها. يعني كان أول معيار هو معيار ديال السن 18 سنة 35 سنة. معيار ثاني هو أن أكون فاعل جمعوي أو فاعل سياسي، يعني ويكون يعني له نشيط على مستوى المجتمع المدني، المستوى المحلي أو مستوى المجتمع المدني. نرجع للدروس أو المستفاد من هذا وأننا شخصيا ما كنتش كنعرف تقريبا كنسمع به يعني بحال النوع الاجتماعي والحكامه كنسمعها بزاف في الدستور عندنا المغربي بعد 2011 في الحكومه الى غير ذلك، ولكن ما عرفناش شنو كنقصدوا بالحكامه، يعني الحكامه الجيده الحكامه المندمجه الى غير ذلك. يعني هذا شي حاجه ايجابيه بالنسبه لي كشخصي يعني في حياتي الشخصيه. وهذا يعني الاستفاده الاكبر هي اننا ما خليناش علينا كمستوى يعني ما احتفظناش به، ولكن شاركناه مع ناس اخرين، شاركنا في الدورات التكوينيه اللي قمت بها من بعد. شوف الصور يعني. نعم. حتى على مستوى التفصيل استخدام للاشكال اكيد كان واحد التنوع، يعني اكثر من هذا واننا كانوا معنا شركاء من فنانين مغاربه. تعاملنا بما يسمى بالمسرح التفاعلي، يعني كان هناك واحد تنوع في استخدام الفن والكاريكاتور ايضا لدى الاطفال. نعم.